بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عالم آمال. إن شاء الله نديرو بيتزا تاع المقلة. المقادير على بركة الله. ديري كيلة تاع الفارينة حوالي هنا 300 غرام و 400 لحسب، ديما نقول لكم عدد الأفراد تاعكم، أنا هنا عيني ميزاني. المهم غرفية تاع الحريرة صافي أنا درت. تزيدي الملح حوالي 5 غرامات أنا زدت. زيدي ملعقة صغيرة ونصف خميرة الحلويات، خميرة الكاطو، وتزيدي 3 ملاعق كبار زيت. هنا تخلطي وتزيدي 3 ملاعق زيت. هنا في هاد لاغيسات راني ما درتش البيض، شويه كلي ما يحملش البيض، كلي الجسم تاعه اليرجي للبيض. كل واحد كيفاه، عنده حساسيه من ياكل البيض، كل واحد كيفاه. هنا تخلطي بالماء، ديري العجينه تكون طريه، تخلطي كما راكي تشوفي باليد، تخدميها هاد العجينه باليد. ها راهي تشمخي وتخدمي حتى اللي تحصلي على عجينة طارية. هنا راني عجنتها كيما راكم تشوفوا، بصح راني غادي نعاود نزيد لها الماء، حسيت بها بلي مخصوصة الطراوة. راني هنايا عاودت وريت لكم، بغيتكم تشوفوا على المباشر. صافي راهي كانت شوية ما عجبتنيش الطراوة نتاعها، زدت لها الماء وعاودت عجنتها وغطيتها. من بعد من عجنتها وكلش غطيتها ترتاح لمدة 10 دقائق. هنا هذا هو القوام بعد ما زدت لها الماء كيما راكم تشوفوا، هذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه. ها راهي هنا ارتاحت لي العجينه، غطيتها وخليتها ترتاح لمده 10 دقائق او 15 دقيقه. هذه بيتزا تاع المقله، قسمتها الى قسمين كيما راكم تشوفوا. صافي درت زوج قرصات تاع البيتزا. لاصوص تاع البيتزا راني درتها في قناتي من قبل. ديري تسكرفجي الثوم حوالي 3 سنات وتقليهم شويه في الزيت، وتزيدي معجون الطماطم، وتزيدي الطماطم المرحيه. ديما نقول لكم على حساب عدد الافراد، وديري شويه معدنوس كيما راكي تشوفي، الفلفل الكحل، الملح، والفلفل الحار المرحي. هنا تدهني المقله نتاعك بالزيت كيما راكي تشوفي، وتحطي القرصه هذه اللي درتيها تاع البيتزا اللي قرصتيها، اللي قلت لكم العجينه تكون طريه شويه، وديري عليها لاصوص تاع البيتزا، وديري الديكور كيما بغيتي واش توفر لك. وديما اعيد واكرر، ما تكلفيش روحك، قادره تخليها هكا غير بالزيتون والكحل والخضر عادي جدا وشويه طون، ما عندكش لي زانغريديون الاخرين سي با لا بين ديريهم. هذا مكان المهم، هنا راني نديكوري فيها كيما راكم تشوفوا.
هنا راني زدت لها الفرماج غابي اخر شيء بعد ما درت لها الطوماط طنزيت انواع الزيتون زدت لها الفرماج غابي اللي قلت لكم اش توفر لكم وتغطي لها دير لها المقفال وديريها على نار متوسطه ما تمقسيلهاش النار بزاف وما تقويلهاش بزاف نار متوسطه راهي طيب لك ما شاء الله لازم تغطي لها ديري لها المقفال تاع المقله كما راكي تشوفي يعني قلت لكم ما تقويش النار ما تنقصوش النار متوسطه طيب لكم ما شاء الله هادي بلا بيض ما فيهاش كما نقولوا حنا دسم بزاف جايك خوستي يومي تاكليها ما شاء الله خرجت لي روعه بنينه هاني هنا في صحن التقديم حطيتها في صحن التقديم خرجت متى ما تديش الوقت في الطياب ما نكذبش عليكم اي كاينه ثاني طريقه تاع البيتزا السائله ديري البيض جوج حبات بيض وديري كاس فارينا وشويه زيت بصح انا بغيت ندير لكم طريقه واحده اخرى تاع الفارينا والخميره الكاطو وشويه ملح وشويه زيت وصاي نوعوا شويه هاي خرجت لي ما شاء الله طيبه من التحت بالفوق زعما هايله تاكلوا بالصحه والهنا ان شاء الله جربوها وما تندموش